بحماس واضح يخصص المزارعون في مرتفعات حراز قرب العاصمة اليمنية صنعاء مزيداً من الأراضي لزراعة البن كمنتج تصدير له قيمة مادية مرتفعة يجب المحافظة عليها. بالمقابل يقتلع المزارعون في حراز أشجار القات لزراعة البن مكانها، والقات هي مادة مخدرة معتدلة يتم استهلاكها محلياً على نطاق واسع بهدف تحقيق الاسترخاء في اليمن. نقلع شجرة القه ونغرس البن، لأن البن أصبح تجارته أحسن وأفضل وتنمت في هذه السنوات القليلة، ورجعنا إلى الأصل لأصل أجدادنا الأولي، ونقلع شجرة القات الذي تضيع الوقت وتضيع الماء. وهذه المنطقة من أحسن مناطق البن. دائما نبحث عن أعلى التقييمات وأفضل أنواع البن، فهذه يعتبر المنطقة هذه في غرب حراز مسار من أفضل المناطق اللي بننتج منها القهوة، ودائما تعطينا تقييمات عالية، وأحد كانت أكثر العينات الفائزة في 2022 في المزاد الوطني كانت من هذه المنطقة. ورغم معاناتهم من نقص الماء يقبل المزارعون على العودة لزراعة أشجار البن. لا، في منطقة الآن في منطقة مسار بيت القانص في رأس الوادي، ونعاني من قل الماء للبن، وشوفوا سبب تأخير البن هذا إلى الوقت هذا الماء، ولا سفل الوادي الآن قد تكملوا قبل شهر القطو، ونحن نعاني من الماء، حتى نشوف لما يدخل وقت البرد الآن يضرب أكثر البن. ومع أن العديد من المزارعين يقتلعون أشجار القات العطشة ويستبدلونها بالبن، فإن القات والبن يتزاحمان في المدرجات المحيطة بالقرى الجبلية العالية في حراز، علماً أن البن تاريخياً هو واحد من أكثر السلع ذات القيمة النقدية المرتفعة في اليمن، لكن مع سنوات الحرب والحصار تراجعت تجارة البن وتصديره في أنحاء البلاد، وينتج اليمن العديد من أنواع البن مثل الإسماعيلي والحرازي والحيمي والخلاني والعديني، وهي من بين أكثر من 40 نوعاً من البن المنتج في البلاد.